لإلقاء الضوء على أهمال الحكومة في العراق في التحقيق بعمليات استهداف الناشطين رغم مطالبات المنظمات الدولية وآخرها حقوقيون أمميون، تنضم إلينا الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عبر الهاتف من لندن. أهلا ومرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. بداية، لا يزال ملف الاغتيالات وكشف الجنات مغلقا أو على الأقل مهملا حقوقيا، كيف تنظرون للاغتيالات التي تتم بحق الثوار وإلى أي مدى يمكن تصنيفها على أنها ممنهجة من قبل الحكومة في بغداد؟ نعم، يعني في الحقيقة الاغتيالات لا يمكن الإنكار بأنها ممنهجة، والحقيقة هذا ديدن الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال العراقي الأمريكي للعراق منذ عام 2003. في حال أي خروج الشعب العراقي في أي وقت نرى هناك حملات منظمة لاغتيال واستهداف الناشطين بمختلف أنواع الاستهدافات، سواء بالقتل المباشر أو بغيرها من عمليات تشويه أو إخفاء قسري أو تعذيب أو ملاحقات أو تهجيرهم من إلى خارج العراق. يعني هذا الأمر لم يعد خافيا، والكثير، والدليل على ذلك الكثير من التقارير قد وثقت هذه العمليات المنظمة. ونحن نعرف جيدا أن في العراق لا توجد أي حكومة، هناك جهات الأمريكية والجهات الإيرانية المسيطرة عبر أحزابها وميليشياتها والتدخلات الخارجية هي التي أدت إلى هذه العمليات المنظمة لاستهداف وكتم أو كافة الأصوات التي تطالب بحقوق الشعب العراقي وتحريره من التسلط الخارجي. نعم، رغم مطالبات حقوقيين أمميين بالتحقيق في مقتل الناشطة ريهام يعقوب ومحاولات استهداف الناشطين في العراق، إلا أن الحكومة في بغداد لا تستجيب لهذه المطالب، يعني ما هو تفسيركم لهذا التجاهل المريب؟ الحكومة العراقية نحن نعرف جيدا أنها ليست حكومة وطنية، هي حكومة مسيرة من الخارج، مسيرة من أمريكا ومسيرة من إيران. هذا أولا. الأشخاص الذين يحتلون مناصب السلطة في العراق ليسوا أشخاص وطنيين يفكرون بمصلحة الشعب العراقي، بل أن تفكيرهم هو خاص بمصالحهم الشخصية واستفادتهم ومنافعهم التي يجنونها من هذه المناصب، وهذا باعترافاتهم. إذن كيف نستطيع أن نضع ثقتنا بهذه الحكومة وأنها سوف تدافع عن حقوق الشعب العراقي، وبالتالي حماية هؤلاء الذين يخرجون مدافعين عن حقوقهم مطالبين بحقوقهم المشروعة وليست مطالب ترفيهية أو غيرها. الشعب العراقي نحن نعرف جيدا أنه الشعب مظلوم مضطهد يخضع لإرهاب منظم من هذه الحكومة عن طريق ميليشياتها عن طريق أحزابها. الكثير من الحملات المنظمة ضد الشعب العراقي وهذه الحكومة تغض النظر، بل على العكس من ذلك تساهم مساهمة فعالة في التعتيم على هذه الجرائم وحماية مرتكبيها وضمان إفلاتهم من العقوبات التي يستحقونها، خاصة وأن القضاء الذي هو السلطة التي تحمي حتى هي حقوق الشعب العراقي جميعها تابعة للأحزاب غير نزيهة باعترافات المجتمع الدولي. إذن لا يمكن حماية الشعب العراقي ولا يمكن ضمان أي حق لأي فرد من أفراد الشعب العراقي. طيب، يعني أكثر من شهر ونصف مر على اغتيال الناشطة ريهام يعقوب والحكومة نجدها عاجزة عن تقديم الجنات إلى العدالة، برأيكم الحجج التي تقدمها الحكومة هل تجدونها مقنعة بالنسبة للمنظمات الحقوقية؟ الحقيقة ليست هناك أي حجج مقنعة تستطيع أن تقدمها الحكومة العراقية. الحكومة العراقية تستعمل طريقة التهرب، تستعمل طريقة التنصل من المسؤولية، تستعمل طريقة الإرهاب وإفساد القضاء من أجل أن لا يعني يحصل المواطن العراقي على حقه. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة العراقية
تسمح للميليشيات وتعطيهم الصلاحيات التامة بممارسة كافة أعمالهم الإرهابية ضد الشعب العراقي. وأما اللجان التحقيقية وغيرها فهي ليست إلا وسيلة من أجل القضاء وإماتة أي قضية ممكن أن يطمح الشعب العراقي للوصول إلى نتائج لهذه التحقيقات وغيرها. هذه مجرد أحلام، لأن الحكومة العراقية لن تفرج، وبالرغم من حتى مطالبات الكثير من المنظمات الحقوقية للحكومة العراقية من أجل أن تفرج عن نتائج التحقيقات، وانتظار أهالي هؤلاء المنكوبين، أهالي هؤلاء الضحايا للنتائج، ولكن لن تستطيع الحكومة العراقية لأنها داخلة وهي مسؤولة عما يحدث للشعب العراقي. نعم. طيب، هل تعتقدين دكتورة أن لجان التحقيق الحكومية تفتقد للنزاهة والشفافية وتخضع للأحزاب كما ورد في تقرير قسم حقوق الإنسان التابع لهيئة علماء المسلمين في العراق؟ نعم بالتأكيد، يعني وهذا واضح. الكثير من اللجان التحقيقية أين هي نتائجها؟ بل على العكس من ذلك، النتائج تظهر وبعد فترة من الزمن يصرحون بأن هناك يعني هناك مجرمين آخرين كانوا يعني قد ساهموا بمثل هذه الجرائم، مما يدل على أن هناك أكباش فداء تقدمهم الحكومة وهم الأبرياء الذين لم يرتكبوا أي أفعال. ونحن نعرف جيدا أن الكثير من الاعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب، ويتم تقديم هؤلاء على أساس أنهم مرتكبين لهذه الأفعال وهم بريئون منها. أما الجناة الحقيقيون فهم يعني منفلتون، لا تستطيع الحكومة أن يعني تتكلم معهم أو تقدمهم لأي لجنة تحقيقية. نعرف جيدا أين هم المجرمون الذين كانوا قد أمسكوهم بالجرم المشهود بالصواريخ التي كانوا ينوون إطلاقها على منطقة الخضراء. أين هؤلاء؟ لقد انفلتوا وقد تم إطلاق سراحهم بأوامر من الأحزاب والميليشيات، لأنهم تحت حمايتهم وينتمون إلى هذه الأحزاب وهذه الميليشيات، ولن تستطيع الحكومة العراقية أن تقدم أي شخص لحد الآن إلى العدالة. إذن المنظومة التي هي الآن تسمى الحكومة العراقية بكافة مؤسساتها بكافة سلطاتها هي فاسدة إلى الصميم. نعم، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.